بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا أجمعين. اللهم اهدنا فيما هديت، وعافينا فيما عافيت، وتولنا فيما توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تغضب الحق ولا يقضى عليك، ولا يعز من عاديت، ولا يذل من وليت، بيدك الخنق على كل شيء قدير. اللهم اهلك بشار الأسد وعوانه، اللهم اهلك بشار الأسد وعوانه، اللهم اهلك بشار الأسد وعوانه، اللهم شتت شملهم، اللهم فرغ جمعهم، اللهم اقلل عددهم، اللهم اجعل الدارة عليهم، اللهم اوصل العذاب عليهم، اللهم اخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد المال وغل ايديهم، واشدد على قلوبهم ولا تبلغ الامال. اللهم لا تبقى الاعداء فينا ولا منا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تبقى الاعداء فينا ولا منا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حميم 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 حميم، هم الامر وجاء النصر علينا لينصرون. حميم عين سين قاف، حماتنا من ما نخاف. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، عجل نصرك يا الله يا الله، منا غيرك يا الله. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، واحسن خلاص المسجونين المظلومين من أمة محمد أجمعين. اللهم داوي جرحانا، اللهم عاف جرحانا، اللهم ارحم شهدائنا، اللهم ارحم شهدائنا، اللهم ارحم شهدائنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين سامحنا، يا أرحم الراحمين وفقنا. اللهم انصرنا على بشار الأسد وعوانه، اللهم انصرنا على بشار الأسد وعوانه، اللهم انصرنا على بشار الأسد وعوانه. اللهم خذ واخذ عزيزا مقتدر، اللهم خذ واخذ عزيزا مقتدر، اللهم خذ واخذ عزيزا مقتدر. اللهم احمي المجاهدين، اللهم قوي المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر على كل من طغى وتجبر، الله أكبر على الظالم. صلى الله عليه وسلم الفاتح.